للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي عطاف محمد. أهلا وسهلا بك عطاف. مفروض أنه في هدنة هشة سارية، لكن في تبادل لإطلاق النار كسر هذه الهدنة، كيف الوضع الآن في الخرطوم بالعموم؟ الخرطوم الآن طبعا بعد كسر الهدنة، الجيش يقول أنه الدعم السريع كسر حالي يوم أيضا مجددا عبر محاولة اقتحام القيادة العامة للجيش السوداني، لكن ليس بالعدالة الكبيرة، وجد الرد عن لازم. الجيش يقول أيضا أن الدعم السريع استهدف الخزانات المستخدمة الخاص بالطيران، وخرج المطار بالكلية عن الخدمة، واعتبر أن هذا الأمر يعني ضرب للمؤسسات الاستراتيجية للدولة، وقام بقصف مضاد اليوم أيضا في مبنى هيئة العمليات ومباني مجاورة له. أيضا تحدث الجيش قبل عليه بصورة رسمية تراجعت حدة هجمات ميليشيا المتمردة على نص الجيش على محيط القيادة، وجهت القوات الجوية ضربات مركزة أيضا على هرتال عسكرية قادمة الدعم السريع من يعني طريقي التحدي وطريق بارك. قال أن الهجمة الجوية للجيش السوداني قامت بتدمير كامل للقوتين اللي هم حوالي 100 عربية بكامل تكفي ذاتها. هذا يفسر لك كمية الطيران اليوم المكتسحة التي شاهدناها وشاهدها معظم سكان الخرطوم. أيضا أعتقد أن هنالك مسيرات طائرات تسير، درونز تقوم بالاستطلاع، ومن ثم تأتي الضربات. هناك أيضا الفيديوهات يعني بينت أن دقة الضربات العسكرية أحد المواطنين المسيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، المنطقة ضيقة جدا وهناك عربتان للدعم السريع، فلمح من البصر أتت إحدى الطائرات وقصفت العربتان بدقة ولم تتضرر المنازل أو حتى المارة بجوار هذه القصف. إذا نحن أمام حالة طر وفر من قبل الدعم السريع، تواجه بقوة رادعة من الجيش السوداني. أيضا هناك حديث عن أنه في مدينة القضارف تم إخلاء عدد من الأحياء المجاورة لقيادة الفرقة في الشرق هنالك. كذلك هي طبعا المدينة عاصمة أستاذ عطاف، يعني لو بقينا في الخرطوم، الوضع الإنساني الآن، يعني بالأمس كنا نتحدث عن تمايز الأحياء، أنه في هناك أحياء أصبحت آمنة نسبيا مقابل أحياء خطرة جدا، وأنه في نزوح إلى الأحياء الآمنة. هل هناك أماكن يستطيع الناس ممارسة الحياة بشكل شبه طبيعي، الحصول على طعام، الوضع الإنساني، الكهرباء، الماء، كيف هو الوضع؟ على صعيد الكهرباء هنالك تحسن نسبي نوعا ما، عادة الكهرباء للأحياء داخل خط النار، مثل تحدث عن دري، تحدث عن الرياض، تحدث نوعا ما بخفة عن الطائف، شهدت تلك الأحياء يعني في أيام متباينة، فيها القطع 5 أيام، فيها القطع 4 أيام، فيها القطع 3 أيام، قياس كامل كان للكهرباء والماء. تحسنت من أمس واليوم عبر إرسال قوات عسكرية بالمدرعات مسلحة لحماية وتأمين القوات والفرق الهندسية لشركة الكهرباء. أيضا هناك تباين في الأسواق وعودتها، يعني المناطق خارج النزاعات لم تتضرر أسواقها. مثلا إذا تحدثنا جنوبي الخرطوم عن المشتلات لا أو جنوب الحزام، الناس هنالك حياتها يعني تمارس طبيعي في الأسواق، ولا تدخل
للأسواق من احتياجات المزارع وإلى ذلك. أما بالنسبة لبري والرياض وشفير خرطوم والطائف، هناك إشكالات عديدة تواجه الناس هناك بسبب خطأ الإمداد الجديد. أيضا هناك حالة نزوح كبير كما قلت في الأشواط السابقة، ولا زالت يعني مضطرون من تلك الأحياء إما ذهبوا لأهاليهم وأصدقائهم في بعض الأحياء الآمنة خارج خط النار وخارج خطوط القصف. لكن الخروج خارج الخرطوم بالكلية أفضح كثيرا يعني، وهنالك في معاناة أيضا في الحصول على مواصلات المواطنين الذين يملكون سيارات أو حتى القيام. أشكرك أستاذ الطاف، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الطاف محمد من الخرطوم. نذهب مباشرة إلى أم درمان مجددا مع الصحفي عثمان الجندي. أستاذ عثمان، هذا الصباح قلت لنا أنه أم درمان كان الوضع فيها آمن نسبيا، تحسنت الأوضاع المعيشية فيها، هل ما زال هذا الهدوء مستمرا مع أو في التزام بالهدنة؟ قبل ساعة كنت في جولة من منطقة في أم درمان، منطقة اسطبل أبراج بشارع الوادي، هذا معلم مشهور عند سكان الخرطوم، واتجهت شمالا حتى صينية كوبري الحلفاء بشارع الوادي غريب من معسكر الدعم السريع. الحركة تحسنت تماما بالذات حركة البيع والشراء. سألت سكان يعني في مناطق مختلفة في خلال تجولي، أكدوا خدمة المياه عادت وكذلك الكهرباء. الوضع في أم درمان يسير إلى تحسن أكبر، حتى شاهدت يعني عدد خمسة مقاعد تستعمل، البعض منها ليس به زبائن والبعض الآخر يعني ثلاث أربع زبائن. شاهدت كمية من بائعي الخضر والفواكه يبيعون، وكميات متوفرة جدا في البقالات من المواد الغذائية مع غلة الشراء، لكنه المخزون. حتى سألت كم صاحب بقالة وأثبت لي أنهم عندهم في المخزن كمية كبيرة من يدخلوها للعيد ولرمضان موجودة بالمخازن. الموقف الأمن الغذائي متوفر في عدد كبير من البقالات. حتى سألت مناطق في الريف الشمالي في أم درمان عبر الهاتف، أكدوا أنه الوضع عندهم أكثر من طبيعي ويستعدون للعيد إذا كان العيد يوم غدا. وكذلك يعني في مناطق، الآن سألت في منطقة أبو سعد أنه أيضا الحركة عندهم طبيعية، يسمعوا دوين سيارات متقطعة غربا منهم بمسافة بعيدة. وهذا كان تحدث عنه في مداخلة سابقة أنه هناك قوات قادمة لإسناد الدعم السريع من منطقة برد أم درمان، وفعلا سمعوا هجوم متقطع. وبيان القيادة العامة للقوات المسلحة أثبت إنه هنالك كان فيه إسناد قادم، وتهاجمت القوات الشعب المسلح وقالت إنها استلمت 100 عربة أو دمرتها بالكامل. لكن الوضع آمن جدا في أم درمان، وحتى شاهدت خلال ساعة كمية العربات بدأت تظهر. أتوقع ذلك تحسبا للعيد، ربما يكون العيد الفطر المبارك يوم غدا، لذلك خرج الناس يتسوقون. حتى رأيت يعني أسر تحمل صواني الخبيز، هذه عادة سودانية في كل عيد يتم عمل المخبوزات من قبل العيد بسنة. أستاذ عثمان، يعني نتمنى أن يكون يعني في أجواء عيد في بعض مناطق السودان، لكن هذا أيضا يحتاج إلى إعلان وقف إطلاق نار جديد، لأنه حتى الناس تشعر ولو بقليل من الأمن وهي تخرج هذا على صعيد أم درمان أيضا. لكن هناك تخوفات، لا أنسى أنه هناك تخوفات، لكن في الوضع الطبيعي في الشارع حتى رأيت الناس نايمون، يعني نايمون في الشارع نوم طبيعي. في مناطق كانت يعني قبل أربع أيام ساخنة جدا، وهي غريبة المعسكر الدعم السلاح الذي استلمت القوات المسلحة، لكن رأيت بعض الاستعدادات للعيد. حتى رأيت الناس يشتروا حلوة للعيد من بغالة صادفتني. لكن طبعا الأسواق الكبيرة مغلقة في أم درمان، مغلقة خوفا من النهب. طبعا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من أم درمان الصحفي عثمان الجندي.